مساء الخير. كل ما فتش الإنسان عن التطور بيرجع للطبيعة. هيدا يلي عم يعملوه الباحثين بأمريكا. طير سنونو يلي بيتفوق على الطيارات الحربية بالسرعة، عم بيجربوا العلماء يصنعوا طيارة حربية عند مواصفاته. غير إنه وزنه خفيف، بيقدر سنونو يتأقلم مع كل التغيرات المناخية. هالطير الصغير ممكن يساهم بشكل كبير بالتطور التكنولوجي. كرمال هيك لازم نفكر كتير قبل ما نتصيد العصافير بشكل عشوائي. أجواء صافية ومستقرة عم بتسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط الليلي بلبنان، غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، ولا بكرة قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح تحديداً أنا وياكم لعكار، حيث عم بتسجل عكار 10، طرابلس 18، جبال 17، والطقس مشمس كلياً. بيروت 17 على الساحل، إذن عم تتراوح بين 18 و 17 درجة. بنت جبال 12، النبطية أيضاً 12، بيت الدين 15، 16 ببرمينة، زحل 12، بعلبك 12، وأخيراً بنوصل للهرمل 15 درجة. أما بالنسبة للرطوبة فبتتراوح بين ال 40 و 70 بالبيي، حرارة سطح المية 19 درجة، وسرعة الريح بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة ورياحية شمالية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة بكرة وبعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل للتسعة وبكرة بين 10 وال 24 درجة، ونهار الخميس قليل غيوم صباحا وبيتحول إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبتتراوح بين 12 و 26 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا عمان 15، دمشق 14، والقدس 14، ومن بعدها تونس 17، وطرابلس 22، وأخيرا بنوصل لروم 11 وبرلين درجتين. وهيدا كان جونا، فخليكن بالجو.